السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أتباعه وسلم. الريسبيراتوري باسج يا جماعة بيتكون من إيه؟ وطبعا الفيديوهات دي يا جماعة مخصصة لطلبة العلوم الطبية اللي هم الريسبيراتوري سيستم اللي هم بياخدوا العناية التنفسية. الريسبيراتوري سيستم طبعا بيتكون من أول حاجة الإكسترنال نوز، والإكسترنال نوز دي ليها جزء الخارجي اللي على وشك ده، بيتكون من جزء عظم بوني بارت عبارة عن عظم اسمه النيزل بون وشوية كارتلج اسمها نيزل كارتلجس. نبص نلاقي النوز دي بتؤدي إلى حاجة اسمها النيزل كابيتي، ده عبارة عن ساجيتال سيكشن يا جماعة في الميدل لاين، عشان يبين لي بقى إيه اللي جوه النوز. النيزل كابيتي، النيزل كابيتي ده يا جماعة ديفايدد بسبتم في النص اسمه نيزل سبتم، بيقسم النيزل كابيتي لنص شمال ونص يمين. النيزل كابيتي ده طبعا فاتح على وشك من بره بفتحتين اسمهم انتيرور نوسترلز او انتيرور نيرز، انتيرور نيرز اور انتيرور نوسترلز، او ان بالبلدي انتيرور نيزل اوبننجز. النيزل كابيتي ده هو اوبن بوستيرلي، فين؟ في الكافيتي اللي ورا النوز اللي اسمه نيزو فارينكس. النيزل كافيتي بتاعنا له لاترال وول، ده اللاترال وول على فكره الريجولار ده، وبالعكس له ميديال وول اللي هو النيزل سبتم، وله روف وله فلور. اولا الروف ده معمول بايه؟ الروف ده معمول بالنيزل بون اللي باين على وشك اهي، وبعدين حته عظم كده هو مخرمه، فعشان هي مخرمه سموها كريبري فورم يعني المخرم، بليت لعظمه اسمها الاسمويد، فده كريبري فورم بليت اوف اسمويد. واخيرا بقى ورانا في البادي اوف سفينويد. البادي اوف سفينويد ده يا جماعه عظمه هنا هو هتلاقيها مجوفه. ايه التجويف اللي جوه ده؟ ده اسمه سفينويد اير ساينس. الفلور بتاع نيزل كابيتي مين؟ الفلور بتاع نيزل كابيتي العظمه دي يا جماعه اللي بتفصل ما بين الاورال كابيتي تحتيها والنيزل كابيتي فوقيها دي يا جماعة. حط ايديك كده ومحسس، دي اسمها الهارد بلد اللي هي سقف الحلق. الهارد بلد بتفصل ما بين الأورال كابيتي تحت من النيزل كابيتي فوق. يا ترى ايه الميديال وول بتاع النيزل كابيتي؟ السبتم ده، ده سبتم يا جماعه في النص بالظبط، بيقسم لك النيزل كافيتي لنص شمال ونص يمين، وده الميديال وول اوف ذا نيزل كافيتي اللي اسمه نيزل سبتم. طب اللاترال وول اوف ذا نيزل كافيتي، اللاترال وول اوف ذا نيزل كافيتي ده اوضح ما يمكن ان هو بقى ده اللاترال وول، بتلاقيه اولا الريجولار، وبيفتح في اللاترال وول دون الجيوب الانفيه اللي اسمها بارا نيزل ساينسز. ساينس يعني جيب وجمعها ساينسز، وبارا يعني جنب، فالجيوب اللي حوالين النوز دي اللي اسمها بارا نيزل ساينسز بتفتح هنا في اللاترال وول. هتلاقي في عندك 3 عظمات كده بارزين في اللاترال وول، 3 بوني بروجكشنز
بيتقال عليها نيزل كونكي. هي الواحدة اسمها كونكا بس الثلاثة الجمع بتاعهم يبقى نيزل كونكي، ودي عبارة عن رفوف من العظم كده هو طلع من اللترال وول وبارزة فيه ومتغطية بالميوكوزا، هايلي فاسكولار ميوكوزا. السبيس اللي ما بين الحتة العالية دي، هنا هتبص لها كده حفر ما بين الحتة العالية، الحفر دي يا جماعة اسمها نيزل ميتاسز. نيزل ميتاسز هنا هنا في الكات سيكشن ده حلو قوي يا جماعة، ده النيزل كافيتي، الميديال وول بتاعه النيزل سيبتا، واللاترال وول بتاعه في الثلاثة بروجيكشنز دول اللي اسمهم نيزل كونكي. تحت كل إليفيشن في حفرة، دول اسمهم النيزل ميتاسز. نبص نلاقي النيزل ميكوزا، النيزل ميكوزا بتاعتنا الجزء العلوي اللي فيها يا جماعة، الجزء العلوي اللي فوق الأزرق ده، ده بيتقال عليه الأولفاكتوري ميكوزا اللي مليان أعصاب يا جماعة، عشان تحس ايه؟ حاسة الشم بتاعتك، عشان كمان بيقولوا على الجزء ده أولفاكتوري ميوكوزا. أولفاكتوري يعني شمي، دي موجودة في الأبر بارت أوف ذا نوز، وبيطلع منها بقى الأعصاب اللي اسمها أولفاكتوري نيرف فيلمنتس. الأولفاكتوري نيرف فيلمنتس دي أنت كنت شايفها في الرسمة دي، اهي دي الأولفاكتوري نيرف فيلمنتس طالعه من الابر بارت اوف ذا نيزل ميوكوزا اللي اسمها الأولفاكتوري ميوكوزا، وطالعين طبعا بقى شايلين حاسه الشم، داخلين فوق جوه الكرينيال كافيتي اللي هو جوه الجمجمه عشان الاحساس ده يوصل للبرين. تحت الأولفاكتوري ميوكوزا بقى بقيته ده كله ريسبيراتوري ميوكوزا، البني ده كله ده كله ريسبيراتوري ميوكوزا، هايلي فاسكولار ميوكوزا. وربنا ليه عامل الميوكوزا دي هايلي فاسكولار؟ اصل الغرض منها يا جماعه اما تشم الهواء الساقع، الهواء الساقع ده يعدي على الميوكوزا الهايلي فاسكولار السخنه، فنعمل للهواء وورمنج يبقى دافي، ونديله مويستشر يعني نديله مويستشر، يعني ايه بالعربي؟ يعني يبقى لين خفيف، يبقى مليان كده هو رطوبة. طبعا عشان الهواء دون بقى لو ساخن وبقى مليان رطوبة هيبقى حنين خالص على اللنج وما يعملهاش دامج. تصور مثلا لو انت بقى بتشم هواء ساقع قوي مثلا زي في روسيا مثلا، والهواء ده داخل على طول على اللنج بيدمرها ويعمل فيها التهابات ويعمل حاجه اسمها نيمونيا وممكن تموت البني ادم. الريسبيراتوري ميكوزا دي كونتينوس مع مين؟ كونتينوس مع الحفر اللي حواليها اللي اسمها الجيوب الانفيه، فكونتينوس مع البارا نيزل ساينسز، وكونتينوس ورا مع مين؟ مع النيزوفارينكس. بعد كده بقى عايزين نعرف ايه هي البارانيزال ساينسز يا جماعه، والاريا اوف ابيستاكسز. ايه بقى البارانيزال ساينسز دي؟ عباره عن كافيتيز، والكافيتيز دي مليانه هواء ومتبطنه بهايلي فاسكولار ميكوزا عشان برضو تبقى سخن، لان الهواء اللي انت بتشمه بيعدي على النيزل ميوكوزا وبيعدي على الميوكوزا بتاعت البارانيزال ساينسز، عشان زي ما اتفقنا ندفي الهواء ده هو. وكل البارانيزال ساينسز بتفتح في اللاترال وول اوف ذا نوز، والبارانيزال ساينس دي ما بتكونش موجوده اول لما بتتولد،
ما عدا المجزيلري اير ساينس اللي هنا. العظمة دي اسمها مجزيلا وفيها مجزيلري اير ساينس، ده الوحيد اللي انت بتولد بيه، الباقيين ما بيكونوش موجودين. نبص نلاقي البارانيزال ساينسز دي ربنا عاملها ليه؟ أولا بتخفف وزن السكال، زائد وأنا بتكلم بيخش الصوت فيها ويسمع عشان أنا أحس صوتي وأسمع صوتي كويس، بحس بدرجة علو الصوت اللي أنا بديهولك، فدي بتعمل ريزونانس أوف فويس، زائد إنها بتزود السيرفس أريا أوف ذا نيزل ميكوزا عشان نخلي الهواء زي ما اتفقنا وورم ومويست مندي، وبتعتبر مخدات هوائيه للاستراكشرز الغاليه عليا اللي في الجمجمه. مين الاستراكشرز الغاليه عليك؟ عينيك يا اخ، المخ اللي جوه البرين، او البيتيوتري جلاند. يا ترى ايه بقى البارانيزال ساينس دول فين موجودين؟ اولا موجودين هنا هون في المجزيلا، العظمه دي اسمها مجزيلا وجواها في كافيتي اسمه ماجزيلري اير ساينس. العظمه دي اللي موجوده فوق حواجبك اسمها فرونتال بون وفيها فرونتال اير ساينس. هنا في المنطقه في النص، منطقه النوز والروف اوف ذا نوز بالذات، دي اسمها اسمويد بون وفيها اسمويد ساينس. والساينس اللي احنا كنا شفناه ده وان الكافيتي ده اللي كان موجود في الروف اوف ذا نوز، دي كان اسمها السفينويد بون وفيها السفينويدال اير ساينس. واخيرا بقى جينا في النوز للاريا اوف ابيستاكسس. اتفقنا الميوكوزا بتاعت النوز هايلي فاسكولار، وكل البلود فيسلز يا جماعه بتاعتها بتعمل انستموزس هنا بالطلاقه وبتتشابك هنا هو، عشان كده المنطقه دي اللي فوق فتحه مناخيرك على طول هايلي فاسكولار. وممكن يجي لنا عيان يا جماعه في دم نازل من مناخيره، فدايما المنطقه الهايلي فاسكولار دي هي اللي بتجيب الدم من مناخيرك. واحد بيجيب دم من مناخيره يعني ايبيستاكسز، والحته دي اللي فوق فتحه مناخيرك على طول اسمها اريا اوف ايبيستاكسز. نحشيها بشاش ونضغط عليها كام دقيقة ونشيل الشاش، نبص نلاقي النزيف وقف. ده يا جماعة بالنسبة للنوز، كفاية كده ونكمل في الفيديو القادم. Thank you for good listening and good luck.